صحة. الحياة FM الإذاعة الأولى للصحة في تونس. موجز الأخبار على الحياة FM. موجز الأخبار من إذاعة الحياة FM، أهلا بكم. البداية بشأن الجهوي، أفادت الكاتبة العام للمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان أسمى جلاسي أن هذا اليوم هو يوم تاريخي بمناسبة تحصل المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالجهة على شهادة إيزو، واعتبرت أن هذه الشهادة فخر كبير للأسرة التربوية والإدارة والوزارة والطلبة لما ستقدمه من إضافة لكل الأطراف. الكاتبة العام للمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان أسمى جلاسي تتحدث بأكثر تفاصيل لمفد اخبار الحياة FM الزبير العياري. المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان وريسبونسابل منجمنت كاليتي، اليوم هو يوم تاريخي بالنسبه لنا احنا، تحصلنا على شهاده الجوده حسب النورم ايزو 21001، وهي اول مؤسسه جامعيه عموميه تتحصل على النورم هذا. فخر لنا احنا، فخر للمعهد، فخر للجامعه، فخر لوزاره التعليم العالي. هذه باش يضيف لنا يضيف للشهاده تاع الطالب اللي هو باش يولي ياخذ شهاده فيها فيها اللوجو تاع سيرتيفيكاسيون نورميزو، باش يفتح مجال وافاق للطالب، ميم الطالب حتى كي يقرا في الخارج باش تكون الشهاده نتاعو سيرتيفي، ما يكونش ما يستحقش باش يعاود يعمل ايكيفالونس للماتير اللي قراهم. نخدموا على جوده الباركور، معناتها البرودوي ايدوكاتيف، جوده الخدمات اللي قدموها للطالب، الجوده في الاداره، جوده في التعليم. دونك هذه ما يزيد الا معناتها ان بلوس للطالب وللاداره وللاساتذه. من جهة أخرى وعلى مستوى وطني، اعتبرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه يوم أمس بقصر قرطاج وزير التربية محمد علي بوغديري قراره بالإفراج الفوري عن بطاقات أعداد التلاميذ للثلاثية الأولى وإلغاء قرار النقابات التعليمية بحجب أعداد التلاميذ للثلاثية الثانية عن الإدارات. وثمنت المنظمة موقف رئيس الجمهورية وانتصاره لتلاميذ تونس، داعية النقابات التعليمية إلى الكف عن سلب التلاميذ حقوقهم المشروعة منذ بداية السنة الدراسية والاستجابة الطوعية لدعوة قيس سعيد والتراجع الفوري عن قرارها بحجب الأعداد وتمكين التلاميذ من حقوقهم المشروعة. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن حوالي 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجرحى في محور دونتسك خلال اليوم الماضي. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم سيبار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة FM على الفيسبوك.